نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر أمنية زعمها بأن الإنجاز العسكري في قطاع غزة بات يسمح بوقف القتال إن اضطرت إسرائيل لتحريك ملف المفاوضات. وأضافت القناة الإسرائيلية أنه بعد 9 أشهر من اندلاع الحرب تقترب قوات الجيش من إنهاء المناورة البرية في قطاع غزة، مشيرة إلى أن الجيش يقدر أنه يحتاج 4 أسابيع إضافية لإتمام العملية في رفح الفلسطينية.